انا استطعت الاخص جمعاتي شويه، لكن كانوا خاطرين يعني شفتوا الصوره كان باين واضحه، هذا المنتوج اول حاجه كنهتموا به هو الصحه ديالنا. الانسان اللي بغى يعمل شي شويه زيت المالتي ليفل ماركتينغ اللي سويب المنتوج ما مرحبا. فنتمنى الصوره كما قلت تقدموا بطريقه واضحه والاسئله بعد اسئله جاوبت. ونتمنى لكم التيسير ان شاء الله. نشكركم.